الأمير مولاي هشام يدخل على خط أزمة التعليم. دخل الأمير مولاي هشام ابن عم الملك محمد السادس على خط الاحتجاجات التصعيدية التي يشهدها قطاع التعليم منذ شهور، داعيا إلى عقد ندوة وطنية تجمع مختلف الفعاليين بالمغرب لتدارس مشاكل التعليم. وأكد مولاي هشام بن عبد الله العلوي في تدوين على موقع فيسبوك مساء يوم الأحد أن ندوة وطنية تجمع بين مختلف الفعاليين حول مشاكل التعليم أصبح ضروريا لضمان مستقبل الجيل والأجيال المقبلة. وأشار ابن عم الملك محمد السادس إلى أن المغرب فقد محطات في مسيرته، ويبقى التعليم المحطة التي لا ينبغي فقدانها إن رغب بالالتحاق بقطار الرقي والتقدم وضمان الكرامة للشعب. وأضاف الأمير هشام في تدوينته: قد نختلف حول دور المؤسسات بسبب اختلاف الرؤية السياسية، وقد نتدارك الأخطاء والخلل، لكن الاختلاف لا يجب أن يمتد إلى قطاع التعليم، فهو لا يتطلب فقط إجماعا ولا توافقا، بل يستوجب رؤية علمية ثابتة ودقيقة، فهو بوصلة الأمة المغربية التي ستجنبها وقوع شرخ يهدد شتى أنواع التعايش الإثني والثقافي والطبقي.